تعرفون جميعا المسار الذي يعني ادى الى تكوين هذه الحكومة، ونقول بكل صراحة المناورات والمؤامرات التي مكنت من ان يهوي حزبنا الى الدرجة التي هو فيها، وكانت كل دواعي تشير الى انه بعد أن انتقلنا من 125 نائب برلماني إلى 13 نائب برلماني، كانت تشير إلى أنه يعني يجب أن نحاول أو أن نجد وسيلة لمواجهة هذه الحكومة ورئيسها الذي نعتبره يعني المسؤول الظاهر عن ما وقع لحزب العدالة والتنمية منذ 2016 والبلوكاج المشهور. كل هذا يعني لم يمنعنا من أن نلملم جراحنا بعد نتائج 2021 ونحاول الانطلاق من جديد من خلال مؤتمر استثنائي تعرفون مخرجاته. وبطبيعة الحال ما انعقدنا مجلسنا الوطني الأول حتى وجدنا أمامنا يعني دعوة لكي ترحل هذه الحكومة التي ترأسها وزير بقيه وحزبه يعني بجوارنا لمدة 10 سنوات، وكما قلت لكم كان السبب الأساسي في البلوكاج وفيما تلا. ولكن في النهاية أنا وجدت هذه الدعوة منتشرة في الوسائط الاجتماعية ولها صدى داخل الحزب، وهذا شيء طبيعي. ما حين يسيء إليك شخص تحاول أن ترد له يعني الإساءة في آخر فرصة. قلت للإخوة لا، وأنتم تذكرون هذا، وقلتوا علانية في المجلس، وقلنا ما نقولوش لهذا السيد يلاه جا والحكومة ديالو ارحل، يكون هذا ظلم، خلينا نشوفوه شنو غادي يعمل، وإذا يعني نجح في النهاية نجاحه سيحسب للوطن وسيكون للوطن وسيستفيد منه المواطنون. ما غاديش يكون يعني نجاحه يعني شيء شخصي يستفيد منه شخصيا فقط، إن كان بطبيعة الحال النجاح ربما لم يقع ولكن الاستفادة ربما وقعت. فسحنا له المجال في البداية سنة كاملة، وحاولنا أن نتجنب أن حتى ننتقده بطريقة يعني قاسية إلا معارضة معينة ومحدودة في البرلمان، حتى أن الأخ سي عبد الله بونو رئيس المجموعة النيابية كان يعني يتضايق بكل صراحة، يعني صدره يريد أن ينطلق أو يبوح بما يراه ليس صوابا، ولكن يشعر بأنه يعني الأمين العام يدعو إلى أن يحجم. كلشي صحيح السيد، أنا كنقول غير الأمور اللي صحيحة والله أعلم، بس غير اللي تيق. فقضينا هكذا، لكن مع الأسف الشديد الذي لاحظناه أن هذه الحكومة ورئيسها لم يحالفهم التوفيق بل خالفهم منذ البداية وهم يتخبطون، فلا الوعود التي يعني وعدوا بها يوفون بها، ولا يعني الشرح والتواصل مع المجتمع ينجحون فيه، لأنه حكومة قلت واحد ليش ما بغيتي، ولكن ربما ما تقدرش تفهم كل شيء اللي كتقول نظرا للظروف الصعبه التي كنتم، ولكن خصك تشرح للناس. لا تواصل، لا وفاء بالوعود، لا حسن تدبير لما ينشا عاده مع الحكومات من نزاعات ومن يعني مشاكل كما وقع لهم في التعليم وكما يقع لهم الان في الطب. يعني
يعني خيبات أمل يعني متتالية، وزراؤه يعني إلى حد الآن عدد منهم غير معروف على المستوى الوطني منهم، وقيل أنهم كفاءات، فلم نرى لا كفاءة ولا هم يحزنون. فبطبيعة الحال وأكثر من هذا فإنهم حاولوا أن يجدوا مشجبا يعلقون عليه خيباتهم وفشلهم، فلم يجدوا خيرا من يعني الحكومتين السابقتين، واجتهدوا اجتهادا فظيعا في أن يعني يربطوا بين الحكومتين، مع أن الحكومة الأولى يعني أنهت يعني حس يعني ولايتها بانتصار انتقل بها من 107 من النواب البرلمانيين إلى 125، ولا عمري غير احترام ديال الديمقراطية وديال الشعب والتصويت ديالو كان كافي باش يفرقوا على الأقل، لا هما خلطوا الحكومتين، وبعض الإخفاقات التي جاءت في الحكومة العدالة الوطنية الثانية حاولوا أن يعني يطلبوا بها الحكومتين معا، وهذا بطبيعة الحال عيب. علاش؟ لأنه في النهاية لا افترضنا أننا احنا كنا حكومتين فاشلتين، أنت كنت عنصر أساسي من الحكومة الأولى وعنصر أساسي أكثر الحكومة الثانية، فالحكومة الثانية اللي ما كانتش طبيعية لأنه الناس صوتوا على العدالة الوطنية الذي كان يرأسه السيد عبد الكريم، وعين جلالة الملك ديال الكيران رئيس الحكومة، هذا هي اللي كانت غتكون حكومة طبيعية. هذه حكومة ديال العدالة الوطنية صحيح، ولكن يعني بصيغة معدلة كان لك فيها القدح المعلق، فكنت كنت حملتي غير المسؤولية ديالك وعلى الأقل ديال غير الصواب، ولو كان عندك شي شوية ديال الفهم والعقل تذكر الناس اللي سبقوك بخير. شوف أنا متبع الحياة السياسية منذ وعيت، ما كاينش شي حكومة جات كتشتم الحكومة اللي سبقتها، منذ وعيت شي حكومة جات كتشتم الحكومة اللي سبقتها ولا كتحملها المسؤولية ما كايناش اللي جات انت، وهذا هو الصواب. وإذا به خوتي يقولوا هذا الشيء حتى أصبح ممجوجا، بطبيعة الحال حنا ملي شفناهم يعني حنا وقرناهم، وهما اللي في الحكومة كان خصنا ما نقرهمش، قرناهم فسحنا لهم المجال، بغاو يلصقوا فينا كل شيء الفشل ديالهم، كان من الضروري أن نقوم نحن لكي نعارضهم، فأصبحنا رغم عددنا المحدود في البرلمان يعني أظن الله أعلم أقوى صوت معارضة في البرلمان وفي المجتمع، ومن خلال الدواسل الصحفية ومن خلال تدخلاتنا يعني في وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره، إلى أن علمنا أن السيد رئيس الحكومة سيلقي عرضا حول حصيلة حكومته كما هو منصوص عليه في الدستور بعد مرور سنتين ونصف. فأريد أن أفشي سرا، هو أن إخواننا منذ سمعوا بهذا قبل 6 أشهر قالوا إذن يجب أن نحضر أنفسنا لكي نرد على عد، فبدأوا منذ 6 أشهر في منتدى أطر حزب العدالة الوطنية الذي رأسه الأستاذ دريس قلي وتحت إشراف الأخوين سيد باعتباره رئيس الجمعة النيابية والأستاذ الكبير سيد دريس الأزمي الذي لا يحب أن أذكر اسمه، يعني ورئيس المجلس الوطني، يعني بدأوا يحضرون لهذا، فأنتجت وثيقة أعتبرها فخرة من مفاخر العمل السياسي في المغرب، واطلعنا عليها قبل بضعة أيام، واقترحت على الإخوة لا ننتظر أن يلقي السيد رئيس الحكومة عرضه، فلنبدأ نحن بإلقاء عرضنا. هكذا نرى الأمور في هذه يعني سنتين ونصف في إطار الفريق المجموعة البرلمانية بطبيعة الحال، ويعني هذا ما لا أظن أن هذا يعني يجب أن يضايق أحدا. طبعا الحال غيكون نتمنى أننا ما نديروش هذا الشيء ولا ما نسرقوش، ولكن ما فيها بس، على كل حال حياتنا السياسية إن كان هذا يعتبر يعني إبداعا وليس بدعة فهو إبداع جيد.
وحبذا أن الأحزاب السياسية كلها تصل إلى هذا. فها قد وقع، حضرنا الوثيقة، حضرها إخواننا الأطر بإشراف الأخوين المشكورين، والوثيقة بين أيديكم اليوم، كل واحد منكم يمكن أن يتحصل على نسخة مكتوبة منها، لأنه الإخوان ديالنا كيقولوا لي يا سيدي لا غنديروها في الإنترنت. فاش كديروا؟ بدا آخر شحال. ف يعني قلت لهم لا، أنا هاد القضية ديال شي وثيقة في هاد الشيء اللي قدامي يمكن زعما يبجدوها الناس، ما كتنجحش، ديروها ورق. راه حضروا واحد العدد ديال النسخ، كل واحد فيكم يمكن تحصل على نسخة. قلت لهم لا، اللي كيشوف مزيان ياخذ الصغيرة، اللي عينو بحال ديالي ياخذ الكبيرة، راه ما كاين حتى مشكل. والإخوان غادي يتقدموا بعرض ديالهم حول الموضوع. بطبيعة الحال كلكم تعلمون أننا فقدنا هذه الليلة أخانا الأستاذ مصطفى، الأخ الأمين مصطفى بوخزة. مصطفى هو اسم والده، وهذا رجل فذ من أوائل رواد هذه الحركة التي انتمينا إليها، والتي يعني ما تزال الحمد لله لها أيادي بيضاء في وطنها. فنترحم عليه بالمناسبة، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لأهله من بعده ولنا كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.